The electric field, المجال الكهربائي. وننتبه هون لتعريف المجال الكهربائي. The electric field is defined as the electric force per unit positive charge. إذن هي القوة التي تؤثر على وحدة الشحنات الموجبة. إذن لما بدي أوجد أنا المجال الكهربائي بحط شحنة موجبة مقدارها واحد. هيك متعامل مع electric field. وبالتالي رح نبدأ بالحالة اللي هي لما يكون عندنا the electric field of a point charge. المجال الناتج عن شحنة نقطية مقدارها Q. استخدمت الرمز Q capital عشان أميزها. Consider the charge shown below. خلينا نأخذ هاي الشحنة. هاي الشحنة Q. هلا بدنا نوجد مجال كهربائي على مسافة مقدارها R. To find the electric field of Q at a distance R, we assume we have a positive charge Q equals 1 coulomb at a distance R. إذا بنجيب شحنة بنخلي مقدارها واحد بس شرط تكون موجبة لأنه هذا تعريف المجال الكهربائي. هاي بتساوي واحد وشحنة موجبة. هيك هلا شو بنحكي؟ مقدار المجال الكهربائي اللي هو القوة اللي بتأثر فيها هاي الشحنة على وحدة الشحنات الموجبة بده يساوي K مقدار الشحنة. مقدار الشحنة الثانية اللي هي أصبحت واحد، وبالتالي أصبحت العلاقة بالشكل التالي. مقدار المجال الكهربائي بده يساوي K the magnitude of Q divided by R squared. هيك بنحسب المجال الكهربائي على مسافة هي R من الشحنة. The vector nature of the electric field. هلا بما انه حسبت المجال الكهربائي انا باستخدام تعريف القوة، قوة متجه، اذا المجال ايضا متجه. وبالتالي اذا كان عندي عدة شحنات كيف بحسب المجال الكهربائي عن نقطة معينة؟ بدي اخذ المجال من كل واحدة فيهم وبالنهاية بدي اجمعهم جمع متجهات زي ما كنا نعمل محصلة القوة بنفس الاسلوب لانه محصلة المجال. The electric field is a vector quantity. If several charges exist, then the electric field at a point P is the vector sum of all the electric fields. فلو كان عندي مثلا بهذا الشكل وبدي المجال الكهربائي عند النقطة P، بدي أوجد المجال الناتج عن Q1 والمجال الناتج عن Q2 والمجال الناتج عن Q3. ولما أكتب علاقة الجمع انتبه لإشارات الفيكتور اللي أنا استخدمتها. هذا جمع متجهات، ما بنجمعهم جمع جبري نهائيا، بدنا نحدد اتجاه كل واحد فيهم ونحلل ونوجد القيمة بشكل جمع متجهات. هلا the force acting on a charge in the presence of an electric field. لو كان عندي منطقة معروف فيها المجال الكهربائي وجبت شحنة حطيتها في هذا المجال الكهربائي، شو القوة اللي بتأثر على هاي الشحنة؟ بكل بساطة راح تكون بهذا الشكل. The force acting on a charge Q due to the presence of an electric field E is given by F equals Q times E. إذا بناخذ الشحنة نضربها في المجال الكهربائي. هون في عندي ملاحظة رح أرجع لها، بس بالأول بدي أحكي عن اللي هو the electric field lines اللي هما خطوط المجال الكهربائي. لما نرسم خطوط المجال الكهربائي إذا كانت الشحنة موجبة فبناخذ اتجاه القوة اللي بتأثر على الشحنة الموجبة لو حطيناها بأي مكان، راح تكون الأسهم خارجة من الشحنة الموجبة. بينما لو كانت الشحنة سالبة بتكون خطوط المجال داخلة في الشحنة. هذا بالنسبة لخطوط المجال الكهربائي. هلا راح أرجع الملاحظة اللي بدي أحكي فيها عن القوة المؤثرة على شحنة في مجال كهربائي. إنه إذا كانت الشحنة موجبة معناته اتجاه القوة بده يكون بنفس اتجاه المجال الكهربائي، لكن لو كانت الشحنة سالبة اتجاه القوة راح يكون معاكس لاتجاه المجال الكهربائي. فشو بنحكي هون؟ If Q is positive then the direction of the force is in the same direction of E, and if Q is negative then the direction of the force is in opposite direction of E. هاي ما تنسوها، ممكن نحتاجها في بعض المسائل. Example. In the figure shown below, determine the electric field at point P. إذا في عندي شحنتين هلا Q1 و Q2. Q1 لاحظ أنها سالبة، Q2 موجبة. في نقطة بيناتهم اللي هي نقطة P. شو المطلوب منا؟ فرع A determine the electric field at point P. نحدد المجال الكهربائي عند هاي النقطة. طبعا لما نحكي حدد المجال الكهربائي المقصود فيه مقدار واتجاه. فرع B
If an electron is placed at point P, what will be the magnitude and direction of the force acting on the electron? لو جبنا إلكترون وحطيناه فجأة عند هاي النقطة P، شو بكون مقدار واتجاه القوة المؤثرة عليه؟ خلينا نشوف كيف راح نحله. Solution: The electric field at P is the vector sum of two electric fields. في عندي E1 وفي عندي E2. عندي الشحنة Q1 والشحنة Q2. هلا بدنا نوجد الاثنين. A1 كمقدار بيساوي K مقدار Q1 over R1 squared. R1 اللي هي عبارة عن بعد النقطة عن الشحنة. هذا هو R1 اللي هو 0.2 سنتيمتر. هلا بنعوض في الأرقام نحصل على مقدار المجال الكهربائي. كاتجاه هلا عشان اوجد الاتجاه، افترض انه في عندي شحنه موجبه، شو بتعمل فيه الشحنه السالبه؟ راح تجذبه باتجاهها، وبالتالي الاتجاه راح يكون directed to the left. هذا بالنسبه ل E1. خليني اخذ هلا E2. E2 بنفس الاسلوب، وباخذ المسافه اللي بين الشحنتين وبعوض في القانون KQ2 على R2 سكوير. هلا بدي احدد الاتجاه، نفس الشيء بفترض انه في عندي شحنه موجبه عند النقطه هاي P، وQ2 شو بتعمل فيها؟ ما هي موجبه، راح تكون قوه تنافر. بنفس الاسلوب راح يكون اتجاه A2 ايضا باتجاه اليسار، فهذا E2. هلا بدي محصلتهم اثنين، الالكتريك فيلد عباره عن E1 بلس E2، قوتين بنفس الاتجاه، شو بنعمل فيهم؟ بنجمعهم مع بعضهم البعض، والاتجاه راح يضل نفسه طبعا directed to the left. إذن E أصبح عنا بيساوي 6.3 times 10 to power 8 newton per coulomb. نجي على الفرع الثاني هلا. الفرع الثاني شو بحكي لنا؟ If an electron is placed at point P, what will be the magnitude and direction of the force acting on the electron? هلا كمقدار للقوة نستخدم العلاقة اللي مقدار القوة F بيساوي مقدار الشحنة في مقدار المجال الكهربائي. مقدار شحنة الإلكترون كلنا بنعرفها اللي هي 1.6 times 10 to negative 19، نضرب في مقدار المجال الكهربائي وهيك نحصل على مقدار القوة. هلا الاتجاه نتذكر انه لما تكون الشحنة سالبة اتجاه القوة اللي بيأثر عليها راح يكون معاكس لاتجاه المجال الكهربائي. اذا بتطلع على المجال الكهربائي اتجاه اليسار، اذا القوة المؤثرة على الإلكترون راح تكون بالاتجاه اليمين directed to the left.